احنا بنفتكرك كمان في كراكون في الشارع مع عادل امام ويسرى. ده كان قبل ما تسافري بكتير ولا تقريبا؟ انت شكلك ما اتغيرش من ساعه ما شفناكي يعني. بجد؟ طبعا. لا لا بجد. لا طبعا ده اكيد. ما اتغيرتش كتير؟ لا ما اتغيرتيش. حلوه ليزا، انت لو قصيتي القصه وعملتي الضفيره او القطتين هموت عشان استريح. يا رب نموت معاك كلنا يا بابا، ماما وتيتا وانا وهاني. هو بابا هيرجع امتى يا ماما؟ بابا يمكن يتاخر يا حبيبتي. نام نام. ماما هما ناقصات خدوا بابا ليه؟ انا ناقصاك انت كمان. في الفيلم دوا يوسف، في الفيلم دوا يا حرام، عارفه في حته الكاريتا والحنطونه بيخشوا كده. هو كان في الاستوديو، ما كانش لسه في حته عملوها في الشارع برك، بس في حته عملوها في الاستوديو اللي هي المقابر دي، كانت في حته في الاستوديو. ويا حرام كانت هي قاعده على الحنطور واللي هي الكاريتا يعني العربيه اللي بيحطوا وكده الحمار فوق. العربيه الكارو، العربيه الكارو اللي هي بتحطوا فيها الطبيخ الاكل والخضار. أيوه. في السوق ده. صح. يا حرام بقى مين يسرى رجليها اتزنقت في من ال... انت قلتي اسمه ايه تاني ده؟ العربيه الكارو. الكارو، العربيه الكارو. اوكي. العربيه الكارو دخلت في الحيطه ويسرى يا حرام رجليها اتزنقت جامده قوي، بقت رجليها زرقاء كده اهو. يقولوا لهم هنبطل التصوير هنبطل. قلت لهم لا 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 رجلي مفيش حد شايف، انا قاعده نكمل. وكملت عادي جدا ولا كاني في اي حاجه. انت قلت دي جامده قوي. فاكره شخصيتها وانتوا بتمثلوا مع بعض مع يوسف قد ايه بتضحك وعلى طول بتضحك وعلى طول بشوشه وعلى طول مبتسمه؟ عسل قوي ولا زالت. ومش والخطة اللي خبرتها دي ولا حاجه ولحد اللحظه دي تعدي كده ومشوشه. ولحد اللحظه دي يوسف بنفس الشخصيه عسل قوي. وعلى طول مبتسمه حلوه قوي وعلى طول بتضحك ضحكه. ويعلموني العب الكوتشينه، لعبت معاهم كوتشينه وكان يخلوني اغش. عادل امام ويسرى كنا بنلعب كوتشينه ويلعبوا كوتشينه ويخشوا في النص ويخلوني اغش. ها ها تضحك زي المعلمين. تضحكي ليه؟ تضحكي ليه؟ نو كانوا لطاف يعني أوي. مش فاكره ان هم كانوا اجريسيف او نو دي كانت حاجه تضحك. انا نروح الشغل معاهم عشان اضحك عشان اروح انبسط. ما كانش الشغل، كانت حاجه كده فرح يعني. حاجه امتى هنروح بقى نصور؟ امتى هنروح نصور؟ يسرى كانت عسل وعادل امام عظيم 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 عظيم. قلبه طيب ويحب الناس، الناس تسلم عليه كده يقولوا ايه ده ايه ده ايه ده، وبالحضن ويبوس راسه وناس يعني حاجات بتفكاها يعني مكسوفين. كان عسل عسل بجد. عارفه يا ليزا يعني. هقول لك على حاجه. والناس بقى مكسوفه تسلم عليه، يقولوا ازاي تتكسف، تعالى تعالى ويبوس ويحضن. ومفيش حد يكسف منه ابدا ابدا.